تعالوا بقى للخبر الحصري. احنا على مدار اسبوع 10 ايام طلعنا وقلنا بعض التفاصيل والمعلومات اللي وردت الينا بصفتنا بالتاكيد صحفيين واعلاميين، فلينا مصادر بنحاول نعرف مين الحكم اللي هيدير نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك. والحمد لله هنا كان عندنا السبق الاعلامي وقلنا على ترابيزه الاجتماعات وعلى طاوله الاجتماعات الناس بتفكر ازاي، وكان الاسم الابرز محمد معروف. يمكن اسم محمد معروف انا قلته من حوالي اسبوع، ورحت فيما ابعد من ذلك، ما توقفتش بس عن محمد معروف والمساعدين، لا ده انا رحت كمان لفكره مين على تقنيه الفار. النهارده او امبارح عشان بس تبقى المعلومه فيها دقه، يعني سمعت ان المباراه الاهلي والزمالك في الرياض في 44 كاميرا هتصور المباراه، ومخرج كان ادار او كان اخرج نهائي كاس العالم، فبالتالي الاخراج التلفزيوني هيكون على اعلى مستوى، وده شيء احنا واثقين منه ومتاكدين منه ان المباراه في الرياض هتشهد طفرة كبيرة جدا في إنتاج وتصوير مباراة بحجم الأهلي والزمالك كمنتج في مصر. وبنشكر بالتأكيد الأشقاء في المملكة العربية السعودية على توفير كافة الإمكانيات لإظهار هذا المشهد بهذا الشكل. ولكن بقى المعلومة اللي أنا بحب أتكلم فيها دايما مع كل الناس اللي بتتابع برنامج الترند، المباراة هتتلعب بتقنية الفار، بس مش هنقف عند كده. لأول مرة مباراة مصرية في حدث كبير كديربي وكلاسيكو الكره المصريه بين الاهلي والزمالك هيكون فيه تقنيه النصف الي لكشف التسلل، التقنيه اللي الاتحاد الدولي اعتمد عليها في كاس العالم، تقنيه النصف الي اللي الاتحاد الافريقي ما قدرش ينفذها في كاس الامم، هنشوفها في مباراه الاهلي والزمالك. ووصل لي بشكل رسمي بخلاف ال 44 كاميرا اللي هتنقل المباراه، في 16 كاميرا لتقنيه الفار، 16 كاميرا لتقنيه الفار لكشف التسلل من خلال تقنيه النصف الي. الكوره انتوا عارفين لما قلت لكم في كاس الامم ان الكوره شرط اساسي ان هي اللي تلعب بيها عشان التقنيه، لان تقنيه النصف الي مرتبطه بشريحه في الكوره مع 16 كاميرا متوزعه بزوايا معينه عشان تنقل الصوره 3D، فتقول لك الكوره عبرت خط المرمى وهدف ولا مش هدف، اللاعب ده متسلل ولا مش متسلل، وبتحسب التسلل ايه على الشعرايه، على تفصيله صغيره ممكن كم بس القميص كده يقول لك هو متقدم ولا مش متقدم، تسلل ولا مش تسلل. فالعداله هتبقى يعني نافذه بنسبه 100% باذن الله. ولكن المفاجاه اللي بقول لكم عليها تقنيه النصف الي هتطبق باذن الله في مباراه الاهلي والزمالك ومن خلال 16 كاميرا. طيب هل ال 44 كاميرا اللي هتتنقل بيها المباراه ممكن الفار يستعين بيها؟ ممكن يستعين بيها في عدد معين من الكاميرات، في عدد معين من الزوايا، ولكن كشف التسلل وتقنيه النصف الي والكوره اللي هتتلعب بيها المباراه ليها 16 كاميرا لوحدهم. غرفة الفار في المباراة دي غير غرفة الفار اللي بتشوفها في الدوري المصري، مختلفة تماما. لذلك هطرح سؤال، ولو وصلت لي معلومة على الأسبوع اللي جاي كالعادة هنقول لحضراتكم، هل مباراة الأهلي والزمالك قد تشهد وجود 3 حكام أو 4 حكام على تقنية الفار ولا لا؟ الناس كانت متخيلة إن ممكن يكون حكم فار، وإيه فار؟ لا، لجنة الحكام لازم تاخد بالها من النقطة دي، ولو ما سألتش تسأل، وإحنا دورنا نقول لهم الحقوا لو مش عندكم المعلومة. المباراة فيها أدوات وتقنية فار أحدث فيرجن موجود وطبقه الاتحاد الدولي طبقا للبروتوكول مع الشركات المعتمدة من الفيفا، فالتقنية اللي هتطبق محتاجة حكام اشتغلوا في الفيفا مع التقنيات دي، وده للأسف مش متوفر إلا في 3-4 حكام، ومش هقول أسماء لان الاختيارات الفنيه ترجع للجنه احنا ما بنتدخلش فيها، ولكن هم عارفين ان 3-4 بس هم اللي اشتغلوا على التقنيه دي، لان هم اشتغلوا في بطولات فيفا في الفترات السابقه. ولكن هل هتستعين بيهم ولا ممكن ما تاخدش بالك فتجيب ناس جديده ما اشتغلتش على التقنيه دي؟ فندخل الاوضه، فاكرين المشهد الكوميدي اللي كان في عنتر والسبعه اقلام، الفنان المبدع الكبير محمود شكوكو لما كان في الطياره وعايز يهبط بالطائره ومش عارف، فمسك الكتاب وقال لك ايه كيف تهبط الطائرة؟ أنا مش عايز أشوف المشهد ده وإحنا داخلين غرفة الفار. اللي داخل غرفة الفار عارف يتعامل إزاي مع التقنيات دي، لأن التقنيات دي مش موجودة في الدوري المصري، واللي اشتغل على التقنيات دي مش كتير، اللي راحوا بطولات فيفا بس. فهل اللجنة هتاخد بالها من النقطة دي ولا لأ؟ هل اللجنة بدل ما تحط حكم فار وإيه فار يبقى فيه 2 إيه فار كمان؟ لأن ده حصل في كأس العالم في السعودية، أنا كنت موجود هناك وشفت التعيينات وشفت الحكام ودخلت الغرفة. على فكرة في 4 حكام فار كانوا في كل مباراة كاس العالم للأندية في السعودية بخلاف حكام الملعب. فدي معلومة جديدة بنقولها لحضراتكم، وفي نفس الوقت بنقدم نصيحة
للمسؤولين في اتحاد الكرة ولجنة الحكام، اسألوا على موضوع التقنيات في هذه المباراة، لأن أكيد إحنا محتاجين نشوف مباراة كارنفال من كل الجوانب، والجوانب الفنية في مباراة زي دي على فكرة أهميتها لا تقل أهمية عن أي تفاصيل إدارية تانية. محتاجين نتفرج على مباراة ممتعة، تصوير وإنتاج تلفزيوني وحضور جماهيري وأداء تحكيمي وتقنيات على أعلى مستوى. أهلي وزمالك بتقنية النصف آلي السيمي أوتوميتد هتبقى حاجة يعني ولا في الخيال، لا اتطبقت في دوري الأبطال ولا اتطبقت في أكبر الدربيات في أفريقيا ولا اتطبقت حتى في كأس الأمم. لكن قيمة مباراة الأهلي والزمالك مع الأشقاء في الرياض في المملكة العربية السعودية لما تطبق التقنية دي حاجة هتبقى يعني وهم، ونستمتع بالتأكيد بمسرح جميل لأكبر فريقين في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية، الأهلي والزمالك. دي كانت أبرز الموضوعات والأخبار والكواليس اللي كنا عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، وبالتأكيد احنا بنسعى دايما نقدم لحضراتكم دايما يوميا مادة إعلامية جديدة تفيد وتثري الحياة الرياضية في الفترة اللي جاية. نخرج إلى فاصل، ومن الفاصل نتابع آخر أخبار الترند ونرجع نشوف إيه اللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.